سلام جميعا، كيف حالكم؟ معكم يارا حماد، ماجستير كيمياء من الجامعة الأردنية. اليوم إن شاء الله رح نكمل بتشابتر 2 ونحكي عن الكريستال فيلد ثيوري. هلا هاي الثيوري بتهتم بالإنرجي للأوربيتالز. يعني إحنا قبل حكينا عن الفالنس مون ثيوري وكان كل تركيزنا على الهايبريدايزيشن والميكسينج بين الأوربيتالز، بينما هون رح نركز على الإنرجي للأوربيتالز وسبيسيفيكلي للدي أوربيتالز. فلو كان في عندي فري ميتال، الدي اوربيتالز هم 5، فحيكون كلياتهم لهم نفس الانرجي، بنحكي عنهم دي جينيريت. بينما لما يبلش الليجند يقرب من الميتال، الانرجي لهدول الفايف اوربيتالز راح تختلف. كيف راح تختلف؟ لو مثلا فرضنا راح يجي عندي 6 ليجندز والجيومتري راح يكون عندي يا او اتش اللي هو اوكتاهيدرال، السبليتنج او الانرجي راح تصير عندي مثل هيك، 2 اوربيتالز راح تزداد الانرجي تبعتهم، بنحكي صار لهم دي ستابيلايزيشن. دائما بالكيمستري لما الانرجي تزداد بنحكي صار عندي دي ستابيلايزيشن. و 3 orbitals رح تقل الانرجي تبعتهم ونحكي صار عندي stabilization. هون خلينا اكتبها لتحت او بصفحة جديدة او اوكي. اوكي انا كتبتها هون. طبعا انا ليش ركزت على الجيومتري؟ لانه التغير بالانرجي هون بيعتمد على الجيومتري. فبالاوكتاهيدرال عندي السبليتنج هيك، بينما بالتيتراهيدرال رح يكون عندي سبليتنج بطريقه ثانيه، السكوير بلانر طريقه ثالثه الى اخره. فهون توزيع الاوربيتالز بيعتمد على الجيومتري الموجوده عندي. خليني اجي بس على صفحه جديده. كما حكينا ال 5 دي اوربيتالز راح يصير لهم سبليتنج بالاوكتاهيدرال لهدول او لهاد الدياجرام. هلا بنبطل نحكي دي اوربيتالز، صح هم دي اوربيتالز بس رح نسميهم باسماء تانية اللي هي T2G والاي جي، والمسافة بيناتهم رح نسميها دلتا اوكت اللي هي التغير بالانرجي للدي اوربيتالز بسبب الاوكتاهيدرال جيومتري. وبس بدي اشرح لكم سريعا ليه هدول الاوربيتالز طلعوا لفوق و 3 اوربيتالز نزلوا لتحت، ليه ما كلياتهم تصرفوا بنفس الطريقه او كان في عندي ترتيب مختلف. هاي هون في عندي الدي اوربيتالز اطلعوا. هلا احنا حكينا الاوكتاهيدرال الليجندز رح يجوا عندي على الاكسس جميعها او دايركتلي على الاكسس، يعني هون ليجند 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 ونفس الاشي على الزد. لو اجينا طلعنا على الزد اوربيتال او الدي زد سكويرد رح نلاقي انه الاوربيتال جاي مباشرة على الاكسس، وبرضو الليجند رح يجي مباشرة على الاكسس، فرح يصير عندي ريبولشن بين الاوربيتال والليجند، مشان هيك الانرجي عندي بتزداد. نفس الاشي الدي اكس سكوير ماينس واي سكويرد، الاوربيتال جايين مباشرة على الاكسس اللي رح يجي عليهم الليجند، فبرضو رح يصير عندي ريبولشن وتزداد عندي الانرجي. طيب بالنسبة للتي تو جي نيجي نطلع اوضح اشي دي واي زد. هلا الاوربيتال جايين between the axes تمام، والليجند انا عندي جايين هون على الاكسس مباشرة، فالريبولشن عندي يا اخف. نفس الاشي دي اكس زد الاوربيتالز بين الاكسس وعندي الليجند جاي مباشرة على الاكسس، فعندي ريبولشن بس اخف من الدي زد سكويرد والدي اكس سكويرد ماينس واي سكويرد. نفس الحكي على الدي اكس واي. فهذا سبب انه في عندي 3 اوربيتالز لهم انرجي اقل و 2 اوربيتالز لهم انرجي اعلى. فرح نصير نكتب او مش رح نصير نكتب، بس لازم تكونوا عارفين انه هذا العبارة عن دي اكس زد دي واي زد و دي اكس واي، بينما اللي فوقهم عبارة عن دي زد سكويرد وهون دي زد سكوير او سوري دي اكس سكويرد ماينس واي سكويرد. خلينا هلا شوي نحكي عن الفاكتورز بتاثر لي على قيمه دلتا اوكت. يعني انا مش جميع الكومبلكسز فيهم دلتا اوكت بتساوي 10، ممكن 20، ممكن 100، ممكن اقل. فمجموعه الفاكتورز بتاثر لي على دلتا اوكت هي على قيمتها طبعا، اول اشي الميتال نفسه. كل ما تغيرت الاكسيديشن ستيت للميتال كل ما تغيرت قيمه دلتا اوكت. فهون نحكي اول اشي عندي الاكسيديشن ستيت. ثاني فاكتور بيعتمد على الميتال اللي هو خلينا نحكي البوزيشن لإله، موقعه بالبيريوديك تيبل. فلو كان عندي هو من الفيرست رو رح يكون دلتا اوكت غير عن السكند رو غير عن الثيرد رو، فبي بنحكي عنها الترياد. الترياد كمان مرة، هل هو فيرست رو ولا سكند رو ولا ثيرد رو. ثاني فاكتور اللي هو الجيومتري، انا قلت لكم لو كان عندي اوكتاهيدرال
السبليتنج رح يفرق عن التيترا هيدرال، رح يفرق عن السكوير بلانر. بس بدي انبهكم على شغله، انه لما يكون عندي الجيومتري تيترا هيدرال بطل اسميها دلتا اوكت، بصير اسمها دلتا تيترا هيدرال، بسكوير بلانر بصير اسمها دلتا سكوير بلانر الى اخره. بس احنا هون بنحكي عن الفرق بالانرجي بين الاوريجينال او الاوربيتالز الاصليه والاوربيتالز بعد ما صار لها سبليتنج. ثالث فاكتور اللي هو الليجند نفسه، فهون عندي يا الليجند، يعني مثلا كان في عندي كوبالت ان اتش 3 باي 6 3 بلس، وكوبالت سي ال 6 3 بلس برضه نفس الليجند، نفس الاكسيديشن سوري نفس الميتال، نفس الاكسيديشن ستيت، اللي فرق عندي الليجند، بالتالي دلتا اوكت رح تختلف. هلا الليجندز في لهم سيريز لازم تكونوا عارفينها. هاي السيريز اطلعوا، الهالوجنز جايين بالبداية، خلينا نحكي الليجنز اللي فيهم نيتروجين جايين بالنهاية. هلا هدول الليجنز اللي جايين بأول السيريز بنسميهم ويك ليجنز، لأنهم ما بيعطوني دلتا أوكت عالي، بالعادة دلتا أوكت لهم بتكون قليلة، بينما اللي جايين بآخر السيريز اللي هم السيانايد أو كاربونيل أو الكربون مونوكسايد، بتقدروا تحكوا شو ما بدكم، هاي رح تكون سترونج ليجنز، لأنها رح تعطيني دلتا أوكت قيمتها عالية. هلا كيف تحفظوا هاي السيريز؟ اطلعوا عندكم تقريبا الهالوجينز بالاول ما عدا الثيوسينات استثنوها، بعدها كان عندكم الليجنز اللي فيها اكسجين، واخر اشي الليجنز اللي فيها النيتروجين. هاي هيك يعني ممكن انها تساعدكم انكم تحفظوا هاي السيريز. طيب شغله تاني، انهم الويك ليجنز رح يكون اسمهم باي دونرز. شو يعني باي دونرز؟ هلا احنا حكينا الليجند هو بيمنح pair of electrons للميتال، فهاي البوند رح تكون عندي نوعها سيجما. لو الليجند اعطى اكسترا الكترونز للميتال رح يجي عندي الباي بوند، فبنسميهم باي دونرز، بينما اللي باخر السيريز رح يكون عندي عبارة عن باي اكسبتر. هل الباي اكسبتر بيصير الميتال هو اللي يعطي الكترونز للليجند؟ طبعا الليجند هون بيكون في عنده باي ستار فاضي، اوربيتال باي ستار فاضي، فبيستقبل الالكترونز من الميتال بهاد الاوربيتال. طبعا الباي دونرز رح يكون عندهم بي اوربيتال مليان، فبالتالي في مجال انه يعطي اكسترا الكترونز للميتال. فكمان مره، الباي دونرز بيكون في عندهم فيلد بي اوربيتالز، بيقدروا يعطوا اكسترا الكترونز للميتال، فبنسميها باي بوند او باي دونرز. بينما بالباي اكسبتر هون الميتال رح يصير يعطي الكترون او يرجع الكترونز للليجند. طبعا الليجند بيكون في عنده اوربيتال فاضي اسمه باي ستار، بيستقبل فيه هدول الالكترونز. بدي انبه على شغله ضروريه بالنسبه للباي اكسبتر. هلا احنا اتفقنا بالكومبلكسيشن بكون الليجند عنده لون بير بيعطيهم للميتال، فهيك تكونت عند السيجما بوند. بعد هيك الميتال بصير في عنده اكسترا الكترونز، بصير يرجع جزء من الالكترونز اللي عنده للليجند، فبصير عندي ميتال تو ليجند. تمام، فهون بصير اسمه اول شيء بتكون عندي باي بوند، وبصير اسم الليجند اللي قبل هدول الاكسترا الكترونز من الميتال باي اكسبتر. يعني مو شرط انه الميتال يرجع الالكترونز اللي اعطاه اياهم الليجند، لا ممكن يرجع الكترونز تانية. ملاحظة تانية انه الباي اكسبتر دائما بتكون الدلتا اوكت لإلهم اعلى من الباي دونر. خلينا نحكي هون انه الدلتا اوكت، او خليني اكتب هون اللي هي باي دونر، حكينا الباي دونر هم بيعطوا الكترونز للميتال، رح تكون دلتا اوكت لإلها اعلى. طبعا في الباي دونر كلياته انا عندي الالكترونز هي ليجند تو ميتال، سواء لما كان عندي سيجما او لما كان عندي باي. بينما بالباي اكسبتر لا، في عندي اول اشي ليجند تو ميتال، بعدين ميتال تو ليجند. هلا شغله تانية، حكينا انه الدلتا اوكت قيمتها بتعتمد على موقع الميتال، حكينا اللي هو الترياد. هلا احنا صراحه ما عندنا ترند واضح للليجن سوري للميتالز، يعني ما بقدر اقول انه اذا رحت فروم ليفت تو رايت رح يزيد عندي دلتا اوكت، او بالعكس انها رح يزيد عندي دلتا اوكت، لا. بس الترند العام انه كل ما نزلنا بالترياد، كل ما نزلنا بالبيريودك تيبل، دلتا اوكت رح تزداد. ففي سيريز موجوده بالكتاب كمان مره فيش ترند واضح فيها، الا انه السكند رو دلتا اوكت لها اعلى من السكند رو. يعني عندي هاي السيريز الموجودة بالكتاب، لو تبعتوا على أماكن الميتالز مش راح تلاقوا ترند، غير إنه من السكند رو اللي هو من عند الروثيريوم أعلى من الفيرست رو. بعد هيك رح نيجي على موضوع كتير مهم اللي هو الكريستال فيلد ستابيلايزيشن انرجي.
يعني مثلا لو كان في عندي دي 1 تمام، بدي اجي احسب. طبعا انا دي 1 وصار في عندي كومبلكسيشن، بدي اجي احسب الانرجي اللي اسوشيتد لهذا ال 1 الكترون. حكينا بالكومبلكس رح يكون عندي الدي اوربيتالز رح يصيروا مثل هيك تي 2 جي و اي جي. هاي هون عندي التي 2 جي وهون عندي الاي جي. هل عندي هون 1 الكترون، فمش راح اقدر احط الا بالتي 2 جي، فرح يكون موقعه هون. فإذا بدي أجي أحسب الإنرجي المرافقة لهذا الإلكترون، إحنا حكينا المسافة من هون لهون هي عبارة عن ماينس 0.4، ومن هون لهون هي عبارة عن 0.6 دلتا أوكت، وهون نفس الإشي دلتا أوكت. فهلأ هون بما إنه عندي بس 1 إلكترون، فبحكي 1 تايمز ماينس 0.4 equals minus 0.4. طب لو كان عندي 2 electrons رح يكون عندي 2 times minus 0.4 فيحطلع عندي minus 0.8 إلى آخره. لو كان عندي 3 فرح أحكي 3 times 0.4 طبعا minus. وطبعا electronic configuration بالحالة الأولى لما كان عندي 1 electron هو رح أكتبها هون هو T2G1. لما كان عندي 2 electrons رح نحط T2G2. لما يكون عندي 3 electrons رح يصير عندي T2G2 E3. يعني كمان مرة زي لما كنا نكتب S1 أو S2 مثلا S1 S2 إلى آخره، بس الفرق هون بدل ما عندي S orbital صار عندي T2G orbital. هلأ نيجي لما يصير عندي 4 electrons، لما يصير عندي 4 electrons الحالة راح تختلف، لأنه هلأ ال 4 electrons أنا بقدر أوزعهم خلينا نحكي parallel أو pairing. بس خليني احط هون اي جي و تي 2 جي. كمان مرة الفور الكترونز ممكن اوزعهم هيك بنفس الاتجاه. هل هيك انا وزعت 3 فبروح على الاوربيتال الرابع تمام، هاي بسميها هاي سبين. كمان مرة لما اوزع جميع الالكترونز على جميع الاوربيتالز هاي اسمها هاي سبين، وممكن اوزعها هيك هاي 1 2 3 و 4، ابلش اعمل بيرينج هاي اسمها لو سبين. يعني اللو سبين لما اصير اوزع، او لما اصير اوزع بيرينج او بيرز، والهاي سبين لما اصير اوزع unpaired electrons. فلو اجينا حسبنا الانرجي بالحالة الاولى هون رح نحكي اول اشي في عندي تحت 3 electrons، خليني بس عندي هون 3 electrons، فرح احكي 3 times minus 0.4 plus في عندي فوق 1 electron اللي هي الانرجي لإله 1 times 0.6، فحيطلع عندي هون minus 1.2 plus 0.6 equals to 0.6 طبعا دلتا أوكت. بعد هيك باجي بحسب للكيس الثانية اللي هي في عندي 4 times minus 0.4 equals to minus 1.6 دلتا أوكت. هلا كيف بدنا نعرف هل السيستم رح يكون عندي هاي سبين ولا لو سبين؟ حسب قيمة الانرجي تمام، بس ما بقدر احكم من هلا لانه هاي 0.6 دلتا اوكت وهاي ماينس 1.6 دلتا اوكت، انا لسه قيمة دلتا اوكت ما بعرفها. لو كنا بنعرف قيمة دلتا اوكت رح نحكي 0.6 الكيس الاولى تايمز دلتا اوكت يطلع معي رقم، وبالكيس الثانية رح نحكي ماينس 1.6 تايمز دلتا اوكت رح تطلع معي قيمة انرجي الأقل هي اللي رح ياخدها السيستم. يعني إذا كانت عندي دلتا أوكت أو سوري الانرجي للهاي سبين أقل فرح يكون عندي السيستم هاي سبين، لو كان عندي الانرجي بعد ما حسبتها لللو سبين أقل رح يكون السيستم عبارة عن لو سبين. شغلة تانية، بما إني هون في عندي pair of electrons أو سوري أوكي صار عندي pairing هون، لازم أضيف الانرجي تبعت البيرنج. يعني البيرنج ما بصير هيك تلقائيا، لا في له انرجي خاصة فيه، فبحكي هون plus p. فبالتالي باللو سبين انا في عندي 2 انرجيز، واحده جاي من الدلتا اوكت من الاوكتا هيدرال فيلد، واحده جاي عندي من البيرنج. ضل عندي اخر شيء الكترونيك كونفيجريشن، اتوقع هاد سهل انكم تكتبوه. بالكاس الاولى هي تي 2 جي 3 بعدين اي جي 1، بالكاس الثاني هي تي 2 جي 4، هيا هون تي 2 جي 4. نيجي مثلا لو اخذنا دي 6 راح يكون، او خلينا ناخذ دي 5، الدي 5 راح يكون عندي اول اشي بوزع بجميع الاوربيتالز هاي سبين تمام، اول كاس الثانية اني اعمل بيرينج فبصير عندي اللو سبين، فهون 1 2 وبلش اعمل بيرينج هون. ف
فهون قيمة الانرجي رح تكون عندي اللي هي minus 0.4 times 3 plus 0.6 times 2، بتطلع معي الانرجي هون رح تطلع معي 0. بالكيس الثانية رح يطلع عندي هون minus 0.4 times 5، وما ننسى نضيف قيمة البيرينج انرجي، فبصير عندي هون plus 2p. ليش؟ لأنه في عندي 2 paired electrons، هاي أول واحد وهاي الثاني، فلازم أضيف قيمتهم. وشغلة تانية كتير مهمة، تطلعوا سواء أنا كان عندي high spin أو low spin، بالجهتين الكومبلكس رح يطلع عندي paramagnetic، لأنه هون في عندي 5 unpaired electrons وهون في عندي 1 unpaired electrons، وإحنا الparamagnetic المهم يكون في عندي unpaired electrons، قد إيه عددهم ما بيهمني طالما في عندي at least واحد. فالتو سيستمز رح يكون عندي عبارة عن paramagnetic. ولو اجيتوا حسبتوا للدي 6 رح يطلع عندي نفس الاشي. بهاي الطريقة بتحسبوا انتو الكريستال فيد ستابيلايزيشن انرجي. هلا في عندي سؤال انه متى الكومبلكس بيقدر يعمل بيرنج ومتى ما بيقدر يعمل بيرنج، يعني دي 5 خلينا نرجع له وهون هيك، متى انا بقدر اوزع هاي سبين ومتى بقدر اوزع لو سبين. هلا لو كان عندي الانرجي، او خلينا نحكي في عندي هون تو انرجيز، حكينا الدلتا اوكت وعندي البيرنج انرجي. هلا لو كانت عندي الدلتا اوكت اكبر من البيرنج انرجي راح يكون عندي السيستم لو سبين. ليش؟ لانه بكل بساطه انا مش راح اقدر اوزع الكترونز فوق. يعني كمان مره لما اجي اوزع 3 هون، ما هي دلتا اوكت كتير عالية، يعني هدول الاوربيتالز مش موجودين بهذا المكان، موجودين بمكان كتير اعلى، فصعب اروح اوزع بالاوربيتالز الانرجي تبعتهم عالية، فما رح يضل قدامي الا اني اعمل بيرنج. بينما لو كانت عندي دلتا اوكت اقل من البيرنج انرجي، فهون رح يكون التو اوربيتالز اللي هي تي 2 جي والاي جي رح يكونوا كتير قراب على بعض، فلما اوزع هون 3 الكترونز انا سهل اروح اعبي بالاي جي، فبالتالي رح يكون عندي السيستم عبارة عن هاي سبين. فكمان مرة إذا دلتا أوكت عالية صعب أروح أوزع هاي سبين، لأنه الإي جي كتير بعيدة عن التي تو جي، فصعب الإلكترون إنه ينتقل للإي جي. بينما لو كانت عندي دلتا أوكت قليلة فالتو أوربيتالز قريب من بعض، سهل أروح أوزع أو أحط إلكترونز بالإي جي. هلا الشغلة تانية بيعتمد عليها السيستم، هل هو هاي سبين ولا لو سبين. الليجند نفسه حكينا السترونج ليجند اللي هم زي السيانايد والسي او اللي هي الكربونيل، وفي عندي الويك ليجاندز. هلا ليه هاد اسمه سترونج ليجاند؟ لانه بعطيني دلتا اوكت كتير عاليه، فبالتالي لما تكون عندي دلتا اوكت عاليه اللي هي الحاله رح تكون فيها اكبر من بيرنج انرجي، فرح يصير عندي اللو سبين، فدائما السترونج ليجاند بيعطيني لو سبين، بينما الويك ليجاند بيعطيني دلتا اوكت قليله، فبالتالي تكون عندي دلتا اوكت اقل من البيرنج انرجي فحيكون عندي هاي سبين. فدائما وين ما تشوفوا سترونج ليجاند معناها انا عندي لو سبين، لما تشوفوا عندي ويك ليجاند معناها انا عندي هاي سبين. تقدروا تعتبروا انه هو سترونج لانه قدر يعمل بيرنج، والويك هو ويك لانه ما قدر يعمل بيرنج. في كمان ملاحظة انه دي 1 لدي 3 بالاضافة دي 8 لدي 10 انا ما عندي الا 1 possible configuration، ما عندي الا توزيع واحد. لو اخذنا الدي 1 هو قبل شوي كتبناه، الدي 1 عندي 1 الكترون ما في عندي احتمال تاني، الدي 2 بقدر احطه جنبه، دي 3 ما عندي مجال الا احطه بالتي 2 جي لانه الاي جي الانرجي تبعتها عاليه. ماشي، لو اجينا اخذنا الدي 8 اول شيء راح اوزع، خلينا نشوف الهاي سبين هاي 5، هيك صرت موزع 5 الكترونز، بعدين 6 7 8. هاي لما وزعت الهاي سبين. لو اجينا وزعنا اللو سبين رح الاقي هاي 1 2 3 رح اعمل بيرنج، هاي 6 الكترونز بعدين 7 8. فطلعوا التو كيسز نفس الاشي،
بيشبهوا بعض، عشان هيك ما في فرق بيناتهم. طيب لو اجينا عملنا الدي 9، راح الدي 9 راح اجي احط 1 الكترون هون. لو اعتبرت انه انا وزعت لو سوري هاي سبين بالاول، عبيت 3 اوربيتالز هون، بعدين 2 اوربيتالز هون، صرت موزعه 5. لما ابلش اعمل بيرنج راح يطلع عندي هذا الكونفيجريشن. نفس الاشي هون، لو عملت بيرنج بالاول وبعدين رحت عبيت الاي جي اللي هي هاي اللو سبين وجيت حطيت 1 الكترون، راح الاقيهم نفس الاشي. بالنسبه للدي 10 اللي هو الفيلد اوربيتال، راح تلاقوا انه الهاي سبين واللو سبين التو كونفيجريشنز نفس الاشي. بينما دي 4 لدي 7 راح تلاقوا عندي اكثر من كونفيجريشن، راح تلاقوا انه الهاي سبين الكونفيجريشن بيختلف عن اللو سبين.